أيضا من القواعد المهمة أن ليس كل ما يضاف إلى الله عز وجل يكون صفة له، بمعنى أن عندنا هنا قسمين. القسم الأول أن كل ما أضيف إليه سبحانه وتعالى هو غير باق عنه، بمعنى ليس مستقل، يعني هناك ما أضيف الله عز وجل وليس مستقل عنه، زي مثلا زي ما قلنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديهم، فهذه ليست مستقلة عن الله عز وجل، فهذه ليست صفة مخلوقة، هذه صفة مضافة إلى الله عز وجل ليست مستقلة عنه. أما هناك ما أضيف إلى الله عز وجل وهو ليس بصفة له وهو مخلوق، مثلا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فإذا ناقة الله وسقياها هنا أضيف كلمة ناقة ضفناها إلى الله عز وجل كنوع من التكريم والتشريف، ولكنها ليست من صفات الله عز وجل. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، فإذا قلنا بيوت الله عز وجل ذكر أضفنا بيوت إلى الله عز وجل كنوع من التشريف والتكريم، ولكنها ليست صفة إلى الله عز وجل كلام بيوت. فإذا أن ما يقوم بنفسه فهو لا يكون صفة لله سبحانه وتعالى، أما ما لا يقوم بنفسه ولا بد من إضافة الله عز وجل فيكون صفة له سبحانه وتعالى.